الإخواني الليبي، لكن هو بيشتم الليبيين. مفتي، اسمعوا الفيديو ونرجع تاني. مفتي ليبيا الصادق الغرياني: لابد أن نذكر أن حفاظها على الثورة عظيم، قامت بدور يعني دور لابد أن نشكره، ومن لا يشكر يكون أقل من الكلب. من لا يفي لما ليس لديه معروف يكون أقل مرتبة من الكلب. سمعتوا؟ دي بلد عمر المختار يا جماعة، اللي طلعت المجاهد العظيم عمر المختار. للأسف ده يبقى النهاردة المفتي اللي بيقول لك، اللي بيمثل علماء ليبيا النهاردة، اللي يقول لك اللي ينتقد قطر يبقى أقل من الكلب. يعني عمالة واضحة، وبيشتغل ضد بلده لصالح قطر، وده مش